ايه شفت بالنسبه لموضوع الذهب، اول شيء اعرفه عن الحكومه ما كانت تبغي الناس يقيسوا ويمشي شور قضيه ما هي مضمونه، ولذلك ما رخصت الحد ولا قالت للناس انها تمشي، بل قاع كانت في البدايه ما تبغي الناس تمشي. يا غير مولي منين اللي ضغطت الناس وعادت تبغي لا تمشي وعادت لا تمشي قاع ما مرخص لها؟ يا اخي قد تسمي اجراءات تنظيميه، اياك الناس تمشي بطريقه منظمه، لان في شركاء اخرين، فم شركات اخرى مرخصه لها في البلدات، اياك يعود الناس في البلد اللي ما هو مرخص للشركات الاخرى، ومشات لها فرق من الدرك ومن قوات الامن تحفظهم وتامنهم، اياك يعود والدوله حاضره له وموجوده، ونظم هذا بطريقه على كل حال تعرفونها مرتبه ومنظمه وسهلت القضيه للناس، اياك تمشي تشوف تجرب حظها في هذه المناطق اللي فيها ذهب، في شمن الناس استفاد ورشي، وفي شمنها مشى ولا رشي، وفي شمنها رجع ياسر منها تعرف انه رجع ورا منها ياسر شي، وهذا كيف طرق الحياه فر ما في سبه من سبب من اسباب الحياه والله من اسباب الرزق، ما تقيسها الناس شمنها يرشي حسب حظه، وشمنها يراه بالعجله، وشمنها يراه ورا ذاك، وشمنها يمشي ولا يرجع، وش منها يعقب يرجع وتعقب تبقى الجماعة اللي أصلا طويلة نفسها ودورها لا تستفيد. وعلى كل حال شي من الناس راتشي وش من الناس لا يراه وش من الناس في طريق إلى يراه، وهذا كيف 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 مشاريع الحياة بصفة عامة ما في مشروع مضمون. قضية الديوان وقضية الرخصة هذه إجراءات أصلا معروفة عن أي شيء، لا حد لا يقيس شيء، لازم له منه من رخصة يعدلها له. والديوان الشيء مفروض على جميع المواد الغذائية التي من خارج وجميع الكماليات وجميع الأجهزة اللي هتوان، وهذه قضية في القانون ولا فهم شيء مستثنى من القانون، ولذلك قضيته قضية طبيعية وحد ما وهلها بعد ما هم مكبرينها عن قدها، اللي منهم شيء رشي ومرتاح، واللي منهم مازال عنده أمل مازال يلوذ ومرتاح، واللي منهم اللي جرب حظه يشملي ولا عنده مشكلة. قضية الصاع على الأرض حارة وعلى المنطقة فيها قدر من العطش، هي لها ما في فنادق 5 نجوم ولا 3 نجوم ولا 4 نجوم فيها، لا صحراء قاحلة كيف تعرفوا، ومناخ حياة صعب، والناس اللي جاية لها بعد تعرف لها ما أصور ما نعطيت لها بعض صورة وردية عن لها ما هي خارقة، جاية تعرف ذاك اللي لها وتعرف ذيك المناطق وقاستها بقناعة منها، وهنا منها الشيء هاني بقناعة ورجع منها الشيء بقناعة، وهذا كيف قضايا الحياة بصفة عامة. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.